السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو مقدم للمرحلة الرابعة، محاضرة الثالثة لمادة Digital Image Processing. أصدقائي، اليوم محاضرتنا تتحدث عن كيفية تكبير وتصغير الصور. عندنا اليوم بالمحاضرة شوية رياضيات وحسابات أكثر مما كونها شرح، فحتى ما تصير هوسة وملل الرياضيات والحسابات، كل واحد يحضر ورقة وقلم ويحل معاي، وإن شاء الله بنهاية المحاضرة راح تكتشفون أن الموضوع أبسط مما يكون. نبلش. شنو يعني تكبير الصور؟ Digital Image Zooming. It happens anytime you resize your image from one pixel grade. يحدث في بعض الأحيان أنه تحتاج تغير حجم الصورة. It happens anytime you resize your image. يحدث في بعض الأحيان أنه نحتاج نغير حجم الصورة. كيف نغير حجم الصورة؟ From one pixel grid to another. من شبكة البكسلات المكونة للصورة. احنا قلنا ان الصورة من تتكون؟ تتكون من مجموعة من البكسلات. اذا انا من راح اغير حجم الصورة راح يكون تعاملي مع منو؟ مع البكسلات المكونة للصورة، لكن بشرط without distorting، بدون ما اشوه حدود الصورة او شكل الصورة. image resizing، تغيير حجم الصورة، شو يتطلب اذا؟ يتطلب increase or decrease the total number of pixels. معناتها أنا ما راح أكبر الصورة أو أصغرها، أما أزيد عدد البكسلات حتى تكبر الصورة، أو أقلل عدد البكسلات حتى تصغر الصورة. إحنا اليوم محاضرتنا على الزومينج، على تكبير الصور. تختلف نتائج تكبير الصورة حسب الخوارزمية المتبعة. زومينج تحتوي التكبير يحتوي على مجموعة من الخوارزميات. نتيجة الصورة اللي راح تظهر تعتمد على الخوارزمية المستخدمة بعملية التكبير. أول الخوارزميات عندنا زومينج ألغوريثم. قبل ما ندخل بخوارزميات تكبير الصورة، خلينا نتفق على شغلة. إحنا حتى نجي نكبر صورة معينة، شو نسوي بالبداية؟ We use crop process to select small portion of the image. راح نقتطع جزء من الصورة الأصلية. We crop process to select small portion of image. ناخذ جزء صغير من الصورة، نقتطعه من الصورة الأصلية، أسميه sub image، وأطبق بعد القطع after we crop sub image from the original image. بعد ما اقتطعت هذا الجزء الصغير من الصورة الأصلية، we can zoom it on it by enlarge it. بعد ما اقتطعت جزء من الصورة الأصلية، أجي أسوي لها عملية تكبير. The zoom process can be done. عمليات التكبير ممكن أن تتم in numerous ways. أول هذه الطرق هي pixel replication، تكرار البكسلات، أو ما تسمى بالzero order hold، الترتيب الصفري. أول طرق الزومينج أو أول خوارزميات الزومينج هي الترتيب الصفري، zero order hold. شنو يعني zero order hold؟ is performed by repeating previous pixel value. تتم من خلال إعادة تكرار قيم البكسلات في الصفوف والأعمدة. مثلا نضيف صف جديد لتكبير الصفوف، أو نضيف أعمدة جديدة لتكبير الأعمدة، أو بنفس الوقت نضيف صفوف وأعمدة لتكبير الصورة. معنى هذا الكلام أنه كانت عندي صورة بحجم N في N، بعد ما ضفت الصفوف والأعمدة للصورة الإضافية، سويت pixel replication، تكرار للصفوف والأعمدة، أصبح إيش عندي؟ عندي مصفوفة مضاعفة، 2 في عدد الصفوف في 2 في عدد الأعمدة. يعني كانت عندي N في N، عدد الصفوف في عدد الأعمدة، أصبح عندي 2 مضاعف عدد الصفوف وعدد الأعمدة. خلينا ناخذ مثال حتى تسهل الفكرة. هذا عندي صورة أريد أطبق عليها خوارزمية Zero Order Hold، الترتيب الصفري. قلنا أول شيء اتفقنا عليه أنه إحنا نقتطع جزء من الصورة ونجري عليه عملية التكبير. لنفرض انه احنا اقتطعنا جزء الصورة هذا
ومثلناه بهذه المصفوفة. هذه المصفوفة لنفرض انه تمثل جزء معين في الصورة، اقتطعناه. بعد ما حصلت على مصفوفة، هذه مصفوفة الصورة الأصلية، بعد ما حصلت عليها راح أطبق خوارزمية زيرو أوردر هول. خوارزمية زيرو أوردر هول شو تقولي؟ تقولي إنه أنت راح تكرر الصفوف repeat row وتكرر الأعمدة repeat columns. شلون؟ خلينا ننفذ حتى تسهل المهمة. أول شيء عندنا، أول خطوة قلنا تكرار الصفوف. إيش عندي صف؟ عندي هذا الصف بالمصفوفة اللي أريد، مصفوفة الجزء المقتطع اللي أريد أنفذ عليها. إيش بي الصف الأول؟ بي واحد، بي ثلاثة، بي خمسة، وسبعة. هاي قيم البكسلات. المطلوب من عندي إنه أضاعف الصف، أكرر قيمة البكسل. واحد واحد قيمة البكسل، ثلاثة أضاعفها ثلاثة قيمة البكسل، خمسة شو تصير؟ خمسة مرة ثانية سبعة. شو سويت؟ ضاعفت أول صف. أنزل الصف الثاني، شو عندي بي؟ عندي اثنين أربعة ستة ثمانية. نفس الشيء أضاعف الصف الأول، اثنين أربعة أربعة ستة ستة ثمانية ثمانية. أنزل الصف الثالث إيش بيه؟ بي سبعة. أعمل لها replication، خمسة أكررها، ثلاثة أيضا أكررها، وآخر بكسل واحد أيضا أكررها. شو بقى عندي؟ الصف الأخير كذلك. شبيه الصف الأخير بي ثمانية ستة أربعة اثنين. أعمل له ريبليكيشن، بيكسل ريبليكيشن، ثمانية ثمانية ستة ستة أربعة أربعة اثنين اثنين. بهذه الحالة نتجت عندي مصفوفة مضاعف عدد صفوفة. الخطوة الثانية إيش عندي؟ أضاعف العمود. إيش عندي بالعمود؟ عندي واحد اثنين سبعة ثمانية. هذا العمود، أضاعف قيم العمود. خلونا نشوف سوا. شو عند القيمة الأولى؟ واحد كررها. القيمة الثانية إيش قد؟ اثنين كررها. القيمة الثالثة سبعة أعيدها. القيمة الأخيرة إيش قد؟ ثمانية أعيدها. شو عند القيمة الأولى بالعمود الأول؟ واحد أعملها repeat. القيمة الثانية إيش قد؟ اثنين repeat. القيمة الثالثة سبعة كررها. القيمة الأخيرة إيش قد؟ ثمانية كررها. أرجع على العمود الثاني، إيش عند القيمة؟ واحد كررها، اثنين سبعة وثمانية. عمود الثالث قد القيمة بي ثلاث. أعملها repeat. أربعة خمسة، والأخيرة قد ست. انتقل على العمود الرابع، شنو عند القيمة؟ أيضا ثلاث كرر. وهكذا على كل أعمدة المصفوفة إلى أن أضاعف. أعيد العملية. عندي خمسة ستة ثلاثة أربعة. نفس العملية على العمود، خمسة ستة ثلاثة أربعة. أعيد العملية مرة ثانية. عندي قيمة البكسل هنا،
سبعة ثمانية واحد اثنين. والعمود الأخير قد القيمة بي ثمانية واحد اثنين وانتهى العمود الأخير. بهذه الحالة ايش صار عندي؟ صارت عندي مصفوفة بعد تنفيذ خوارزمية الزيرو أوردر هولد، كان حجمها 4 في 4 أصبح حجمها 8 في 8، ضاعفت عدد البكسلات داخل الصورة، وهذا الشكل النهائي للمصفوفة. بعد تنفيذ الخوارزمية عمل الزومينج للجزء المقتطع من الصورة مثل ما جاي نشوف بهذه الجزء، عمل الزومينج للصورة الأصلية بتنفيذ الزيرو أوردر هولد. من مزايا هذه التقنية التكبير advantage one of the advantage of this zooming technique إنها بسيطة جدا. It is very simple. You just have to copy the pixel. كل ما عليك فعله هو نسخ وحدات البكسل وتكرارها. تمتاز ببساطتها، لكن لها عيوب. This advantage. من عيوب هذه التقنية نتائج التكبير تكون غير واضحة. كلما زادت مرات التكبير كلما كانت الصورة أكثر ضبابية، تؤدي في النهاية إلى صورة غير واضحة تماما. ناخذ تقنية ثانية. First order hold is finding the average value between two pixels and use that as the pixel value between those two pixels. We can do this for the row first as follow. شنو معنات العبارة هاي؟ فكرة هذه الخوارزمية هي إيجاد معدل بين بكسلين متجاورين، وضع قيمة أو نتيجة المعدل بين هالبكسلين. شنو معناته؟ ناخذ مثال. لنفرض أنه عندي مصفوفة مكونة من بكسلين 4 و2، ما بها غير هالبكسلين. هو شي يقول لي find average value between two pixels. كل بكسلين مو شرط، لنفرض عندي 8 بكسلات بالمصفوفة، أوجد المعدل بين كل بكسلين. هسه ايش عندي أني 4 و2، المعدل هو شنو معناته؟ جمعهم، حاصل جمعهم على 2 4 زائد 2 شو تساوي لنا؟ 6. 6 تقسيم 2 شو تساوي؟ 3. إذا البكسل الجديدة اللي نتجت عندي شن هي؟ 3. أحط قيمتها بين البكسلات القديمة. هذه العملية تطبق على الصفوف والأعمدة. خلونا ناخذ مثال آخر. لنفرض عندي هذه المصفوفة هي الأوريجينال إيمج أري، هاي مصفوفة الصورة الأساسية اللي أريد أعمل عليها زومينج. راح أطبق عليها طريقة إيجاد المعدل. خلينا نشوف شلون. يقول لنا the first two pixels in the first row، أول بكسلين بأول صف، شقد هن؟ 8 و4. are averaged، معدلهن شقد؟ 2 8 زائد 4 12 12 على 2 6. إذا القيمة الجديدة راح أحطها بين 8 و4 شقد؟ 6. And this number is inserted between those two pixels. هذا الناتج الجديد راح أحطه بين البكسلين. يقول لنا هذه العملية تستمر على كل صف وكل كولوم وكل عمود. خلينا ننفذ مع بعض. أول بكسل 8. أنزل 4 8. هسه أنا مطلوب من عندي أوجد بكسل جديد بين 8 و4. قلنا 8 زائد 4 شو تساوي لنا؟ 12 12 تقسيم 2 6. إذا البكسل الجديد قد؟ 6. نفس الشيء على 4 و8.
4 زائد 8 12 على 2 6 البكسل الجديد 6 انزل على الصف الثاني. الصف الثاني ايش قد بي؟ 4 8 4 بين الأربعة والثمانية ايش قد البكسل الجديد؟ 6 بين الثمانية والأربعة البكسل الجديد ايش قد؟ 6 خلصت الصف الثاني انزل على الصف الأخير ايش قد عندي؟ عندي 8 باثنين بثمان أوجد المعدل نفس الشيء 8 زائد 2 10 تقسيم 2 5 إذا البكسل الجديد ايش قد؟ 5 8 و2 أيضا 5 وبهذه الحالة نفذت الألغوريثم على الصفوف. أجي نفس الشيء أنفذها وين؟ على الأعمدة. أمشي على الأعمدة واحد واحد وأوجد المعدل بين كل بكسلين. إيش عندي بالعمود الأول؟ عندي 8 و4 8 و4 قلنا ايش قد؟ 12 تقسيم 2 6 إذا البكسل الجديد بالعمود الأول شنو؟ 6 4 و8 12 على 2 أيضا 6 وهكذا 6 زائد 6 12 على البكسل الجديد عندي ايش قد؟ 6 6 و5 ايش قد؟ 11 11 على 2 5 بوينت 5 حتى توضح خلي مسافة بيناتهن. نجي 4 و 8 12 على 2 6 8 و 2 10 على 2 5 6 و 6 12 على 2 6 6 أيضا هنا عندنا 5 ونص نباعد بيناتهن حتى توضح لكم. العمود الأخير 4 و 8 12 على 2 6 وبهذه الحالة أصبحت عندي مصفوفة مضاعفة بطريقة الفيرست أوردر هولد. الطريقة الثانية اسمها طريقة إيجاد المعدل بين كل زوجي بكسل في كل صف وفي كل عمود، تطبق على صفوف وأعمدة المصفوفة وتنتج عندنا صورة بعد التكبير. خلونا نشوف هذه الألغوريثم بشو تمتاز، شنو الأدفانتج والديس أدفانتج لهذه الألغوريثم. Of the advantage of this zooming technique that it does not create as a blurry picture. أحد مزايا تقنية التكبير first order hold إن الصورة الناتجة بعد تنفيذ خوارزمية التكبير تكون أقل ضبابية مقارنة بالألغوريثم الأولى اللي هي zero order hold، لكن لها عيب أيضا وهو disadvantage that it can only run on the multiply by 2، تنفذ فقط عند الضرب باثنين. شنو يعني؟ يعني ذاك المصفوفة اللي عندنا بالمثال كانت 3 في 3 حجمها، حتى انفذ عليها الخوارزمية اصبحت 2 في عدد الصفوف ناقص 1 في 2 في عدد الاعمدة ناقص 1، يعني 2 في 3 6 ناقص 1 5، 2 في 3 6 ناقص 1 5، اذا حصلت على مصفوفة ايش قد؟ 5 في 5. إذا أريد أنفذها مرة ثانية الألغوريثم على النتائج راح أحصل على 9 في 9 وهكذا، دائما زيد حجم المصفوفة بعد كل تنفيذ. ننتقل إلى الخوارزمية الثالثة Convolution الالتفاف. الخوارزمية الثالثة اللي راح نستخدمها لتكبير الصورة أسميها بالConvolution الالتفاف. This process require mathematical process to enlarge image. هذه الخوارزمية تتطلب بعض العمليات الحسابية حتى أكبر الصورة. هذه العمليات الحسابية تتم على خطوتين. This method require two step. هذه خوارزمية التكبير تتم بخطوتين. الخطوة الأولى extend the image by adding row and column of zero. تمديد الصورة أو تكبير الصورة بإضافة صفوف وأعمدة من الأصفار. وين أضيف هذه الأصفار؟ between
the existing row and column بين صفوف وأعمدة الصورة الأصلية المراد تكبيرها. إذا أول خطوة بهذه الألغوريثم إضافة صفوف وأعمدة من الأصفار بين صفوف وأعمدة الصورة المراد تكبيرها. بعد إضافة الأصفار ننتقل على المرحلة الثانية perform the convolution. نطبق هسه الالتفاف. شنو يعني التفاف؟ we use convolution mask. راح نستخدم ما يسمى بمصفوفة قناع الالتفاف. عندنا مصفوفة، أما إحنا نستخرجها أو تعطى لنا بالسؤال، أطلق على هذه المصفوفة convolution mask فت قناع معين، فلتر أو ويندو. شو استفيد من عنده؟ which is slide across the existing image. راح نحرك هذا الفلتر أو هذا القناع على أجزاء مختلفة من الصورة. نضع مركز القناع أو مركز المصفوفة على كل عناصر الصورة. بعدها نجري عملية حسابية and perform simple arithmetic operation at each pixel location حتى توضح الصورة. لنفرض عندنا هذه المصفوفة الخضر، هذا الأصفر هو مصفوفة القناع، راح أحطه على كل أجزاء المصفوفة المراد تكبيرها. بعدها أجري عملية ضرب العناصر اللي بالمصفوفة الأصلية مع العناصر اللي بمصفوفة القناع وأجمعهم وأحصل على مصفوفة جديدة بقيم جديدة. أنشئ بيكسلات جديدة بالصورة بعد التكبير. هذه الخضرة مصفوفة مراد تكبيرها. بعد ما انتهت المرحلة الأولى من إضافة الأصفار، أجي هسه أستخدم هذا الأصفر هو قناع الالتفاف أو مصفوفة قناع الالتفاف. أضع هذه المصفوفة مركز قناع مركز مصفوفة القناع على المصفوفة الخضراء اللي عندي. أجري عملية حسابية بسيطة تنتج عندي مصفوفة جديدة أو صورة جديدة بعد التكبير. شلون؟ نأخذ مثال حتى توضح الصورة أكثر. Example. لنفرض عندنا هذه الصورة الأصلية وهذه المصفوفة المراد تنفيذ عليها convolution algorithm خوارزمية الالتفاف لتكبير الصورة. أول مرحلة قلنا حتى ننفذ الخوارزمية extend the image by adding row and column of zero between the existing column and row. أول شيء إضافة أصفار بين صفوف وأعمدة الصورة الأصلية المراد تكبيرها. عندنا أول صف بثلاثة، خمسة، الصف اللي بعد اثنين، سبعة. هسه المطلوب إضافة صفوف وأعمدة بينها صفوف وأعمدة المصفوفة الأصلية. أضيف صف من الأصفار، صفر صفر. بعد الصف الأول أضيف صفر صفر، وبعد الصف الأخير أضيف صفر صفر. هسه خلصت الصفوف، أجي أضيف عمود من الأصفار، صفر. حتى توضح صفر. هذا عندي العمود الأصلي للمصفوفة. المطلوب من عندي أضيف عمود آخر، صفر صفر. بعد العمود الأخير أضيف صفر. بعد تنفيذ المرحلة الأولى من خوارزمية الالتفاف حصلت على هذا الشكل المصفوفة 5x5. ننتقل على المرحلة الثانية.
شو تقول المرحلة الثانية؟ We use confusion mask, which is a slide across the extend image. راح نستخدم مصفوفة أسمي عليها أو أطلق عليها اسم the mask. هذه مصفوفة القناع اللي راح أحركها على كل عناصر المصفوفة الأصلية بعد المرحلة الأولى. خلونا نشوف شلون. هذه مصفوفتنا بعد المرحلة الأولى. هذه المصفوفة بعد إضافة الأصفار بالخطوة الأولى. بالخطوة الثانية شو يقول لنا؟ عندك مصفوفة الماسك قناع الالتفاف. راح تستخدم هذه مصفوفة القناع للتحريك على كل أجزاء المصفوفة اللي نتجت من الخطوة الأولى، ونجري عملية حسابية بسيطة عليهن نحصل على صورة بعد التكبير. شلون؟ إيش قد حجم مصفوفة الماسك؟ 3x3. إذا أنا راح أحركه على إيش قد؟ راح أحركه على أول 3 أعمدة وثلاث صفوف من المصفوفة اللي ظهرت عندي بعد الخطوة الأولى. شلون أحركهن؟ هسه نشوف. ننفذ فد عملية حسابية بسيطة. نضرب العناصر في مصفوفة الأصفار مع العناصر المقابلة إلها في مصفوفة القناع، ونجمعهم مع بعض نحصل على أول بيكسل. شلون؟ 0 في شنو؟ في أول قيمة تقابلها وهي 1/4. 1/4 زائد البكسل الثاني ايش قد بي؟ 0 في من يقابله من العناصر؟ 0.5/2 زائد البكسل الثالث ايش قد؟ 0.0 في العنصر اللي قابله بالماسك 1/4 زائد ننزل على الصف الثالث قد بي؟ 0.0 في العنصر اللي قابله بالماسك 1/2 زائد بيكسل قد قيمته بالصف الثاني؟ 3 في من يقابله بالماسك؟ 1 زائد 0 في 0.5 زائد انزل على الصف الثالث بالجزء اللي قابل مصفوفة القناع ايش قد بي؟ 0 في شنو؟ في 1/4 زائد 0 في 1/2 هذه القيمة اللي تقابله زائد 0 هذا الصفر آخر بيكسل 0 في من يقابله؟ 1/4 خلاص هسه أوجد النتيجة إيش قد؟ هذه مضروبة في 0 تروح، هذه تروح 0 0 0 3 في 1 3 زائد 0 0 0 إذا البكسل الجديد اللي عندي طلع شنو هو؟ 3. أسجله على صفحة مصفوفتي الجديدة أول عنصر بها شنو؟ 3. أنتقل هسه شنو؟ أحرك الماسك على الطرف ثاني. نحرك الماسك خطوة واحدة حتى يغطي باقي أجزاء المصفوفة، 3 صفوف 3 أعمدة. هذا الجزء حتى أحصل على قيمة البكسل بالعمود الثاني. نفس الخطوات نعيدها. شو عندي؟ 0 في منو يقابله بالماسك؟ 1/4 زائد قيمة الثانية ايش قد؟ 0 منو يقابله بالماسك؟ 1/2 0 في 1/2 زائد قيمة الثالثة 0 قد يقابلها؟ 1/4 0 في 1/4 زائد
ننزل على الصف الثاني. قد بي القيمة؟ 3. 3 في قد يقابلها؟ 1/2. نص زائد قيمة البعثة قد؟ 0. في من يقابلها؟ 1 بمصفوفة الماسك في 1 زائد قيمة الأخيرة قد؟ 5 في من يقابلها؟ نص بمصفوفة الماسك زائد أنزل على الصف الثالث قد بي القيمة؟ 0. 0 في 1/4 زائدا 0 في 1/2 زائدا قيمة الأخيرة 0 في 1/4 قد النتيجة؟ 0 في 1/2 تروح، 0 في 1/4 تروح، 3 في 1/2، 3 في 1/2 1.5. سجلها يمنا ونكمل. 1 في 0 يروح، 5 في 1/2 2.5. إذا أصبح عندي 1.5 زائد 2.5 وتساوي نجد 4. 4 زائد 0 في 1 يروح، 0 في 1/2 يروح، 0 في 1/4 يروح. إذا النتيجة قد صارت عندي 4. أسجل البكسل الجديد. قد كان عندي البكسل 3. البكسل الجديد قد صارت 4. نكمل نحرك الماسك بخطوة ثانية. ننتقل نحرك الماسك على العمود الثالث. أريد أغطي هذا الجزء المتبقي. 3 في 3 هنا نتوقف. هذا الجزء عندي اللي راح أوجد به قيمة البكسل في العمود الثالث. نعيد نفس الخطوات. قد عد القيمة؟ 0. في قد يقابلها بالقناع؟ 1/4 زائدا قد القيمة هنا؟ 0. في يقابلها بالقناع قد؟ 1/2 زائدا قيمة البكسل؟ 0. في قد يقابلها؟ 1/4 زائد انزل على الصف الثاني. قد القيمة؟ 0. في القيمة اللي تقابلها بالصف الثاني بالقناع؟ 1/2 زائد قيمة 5. في قد يقابلها؟ 1 زائد 0 في 1/2 زائد انزل على الصف الثالث. قد بي 0 زائد 0 في قد يقابلها؟ 1/4 زائد 0 في القيمة المقابلة لها قد؟ نصف 1/2 زائد 0 في قد القيمة المقابلة لها بالقناع؟ 1/4 انتهت المصفوفة عندي. يساوي أوجد ناتج 0 0 0 0 5 في 1 5 زائد 0. إذا القيمة في يد عندي 5. وبهذه الحالة البكسل الثالث بالصف الأول إيش قد بي؟ 5. خلصت الصف الأول للمصفوفة الجديدة. أنزل على الصف الثاني. نوجد قيم البكسلات في الصف الثاني. ايش قد عندنا؟ نحددها بالاول. هذا الصف الثاني. انزل احدد 3 في 3 هنا ونتوقف. انزل في 3
وبهذه الحالة حددت الجزء اللي راح أنفذ عليه أو حركت عليه مصفوفة القناع نفس الخطوات. بما نبلش هسه بهذا الصف، بعدها بهذا الصف، بعدها بالصف الأخير مع بعض ننفذ الخطوات. قد عندي القيمة هنا 0، أسجلها في القناع اللي قابلها. قد بي القيمة 1/4 في 1/4 زائد قد القيمة هنا 3، قد يقابلها بالقناع 1/2 أسجلها زائد قد البكسل هنا قيمته 0 في قد يقابله 1/4 زائد أنزل على الصف الثاني قد القيمة ب 0 في من مقابلها 1/2 زائد قيمة اللي بعدها 0 قد تقابلها بالقناع 1 زائد قيمة اللي بعدها 0 قد يقابلها في 1/2 زائد ننزل على الصف الثالث قد بي 0 القيمة اللي تقابله 1/4 زائد البكسل قد قيمته 2 اللي قابله بالقناع قد 1/2 زائد قد قيمة البكسل المتبقي 0 اللي قابله بالقناع 1/4 في 1/4 ويساوي 0 في 1/4 يروح 3 في نصف أسجل يمي 1.5 زائد 0 في 1/4 يروح 0 في 1/2 يروح 0 في 1 يروح 0 في نص يروح عندي القيمة 2 في 1/2 جد 1. إذن عندي منك 1.5 زائدا 1 جد النتيجة 2.5. أسجل بالمصفوفة الجديدة مالتي اثنين بوينت خمس وأكمل. نحرك الماسك حتى يغطينا هذا الجزء 3 توقف هنا 3 توقف غطى لي الماسك الجزء المطلوب. نجي ننفذ نفس الخطوات نعيد. ايش عندنا اول قيمة 3 في ايش قد يقابلها بالماسك 1/4 زائد ايش قد القيمة الثانية 0 في قد يقابلها 1/2 زائد قد القيمة الثالثة 5 سجلها في قد يقابلها بالماسك 1/4 سجلها زائد أنزل على الصف اللي بعده قد القيمة 0 واللي يقابلها نص إذا 0 في 1/2 زائد قيمة اللي بعدها 0 في قد يقابلها 1 زائد 0 في 1/2 أنزل على الصف اللي بعده قد القيمة ب 2 2 في اللي يقابلها قد 1/4 1/4 زائد قيمة البكسل اللي بعدها 0 والعنصر اللي يقابلها بالماسك 1/2 البكسل الأخير قد ب 7 واللي قابله 7 في 1/4 انتهت البكسلات أوجد النتيجة 3 في 1/4 سجل يمنا بالورقة والقلم 0.75% زائد 0.5 يروح 5 في 1/4 شي يساوي لنا 1.25. إذن أصبح عندنا 0.75% زائدا 1.25% زائدا 0 في نص يروح 0 في 1 يروح 0 في نص يروح 2 في 1/4
نص 0.5 زائدا 0 على نص يروح 7 في 1 على 4 1.75%. إذا النتيجة النهائية جيت بعد الجمع 4.25%. نسجل القيمة مصفوفتنا. إذا البكسل الثاني بالصف الثاني جيت 4.25%. بقى عندنا نوجد البكسل بالعمود الثالث بالصف الثاني. نجي نحدد هسه منو تبقى عندي. هسه المفروض بقى عندي هذا البكسل، اوجد قيمته. نمسح حتى ما تصير هوسة. ننظف اللوحة ونحدد البكسلات نريدها. هذا البكسل بقت نتيجته احسب 1 2 3 لهنا وتوقف 1 2 3 لهنا. اذا الماسك راح يغطي لي هذا الجزء من المصفوفة. نعيد نفس الخطوات. شو عندي القيمة؟ 0. من يقابلها؟ 1 على 4. 0 في 1 على 4 زائد القيمة الثانية جت 5. من يقابلها؟ 1 على 2 زائد القيمة الأخيرة جت 0 في 1 على 4 زائد انزل على الصف اللي بعد جت القيمة 0. من اللي يقابلها؟ 1 على 2 زائد قيمة جت 0. من اللي يقابلها؟ 1 0 في 1 زائد قيمة اللي بعدها جت 0. من اللي قابلها؟ نص 0 في 1 على 2 زائد انزل الصف الاخير جد القيمة 0 فيه جد يقابلها بالماسك 1 على 4 زائد قيمة اللي بعدها جد 7 اللي يقابلها بالماسك جد 1 على 2 في 1 على 2 زائد اخر قيمة جد 0 في قيمة تقابلها جد 1 على 4 ونوجد النتيجة جد 0 في 1 على 4 تروح 5 في 1 على 2 2.5. نسجل يمنا 2.5 زائد 0 على 1 على 4 تروح 0 0 0 0 7 في 1 على 2 3.5. إذا من هناك عندنا جد 2.5 زائدا 3.5 والنتيجة جد 6. أسجل البكسل الجديد 6 وأكمل عملية تحريك الفلتر على آخر صف. نحرك الماسك حتى يغطي ما تبقى من عناصر المصفوفة. ننظف اللوحة بالأول ونحرك الماسك. من العناصر اللي ما غطاها ننتقل إلى الصف الأخير هذا. نحسب 3. إذن راح يغطي لهذه هذا الجزء من المصفوفة. ونعيد العملية ونوجد قيمة آخر بكسل بالمصفوف. إيش قد عندي هسه القيمة؟ 0. إيش قد يقابلها بالماسك؟ في 1 على 4 زائد قيمة اللي بعدها 0. إيش قد يقابلها بالماسك؟ 1 على 2 زائد إيش قد القيمة؟ 0 في 1 على 4 زائد ننزل على الصف اللي بعده ايش قد بي؟ 0 في القيمة اللي تقابله 1 على 2 زائد 2 ايش قد العنصر اللي قابله؟ 1 في 1 زائد 0 في 1 على 2 زائد 0 في 1 على 4 زائد 0 في 1 على 2 زائد قيمة الأخيرة 0 في 1 على 4. وبهذه الحالة جد النتيجة عندنا؟ عندنا بس العنصر الوحيد اللي هو 2 في 1. هذا 2 في 1
2. إذا قيمة البكسل الجديدة قد 2. نجي الصف الثالث، قيمة البكسل الجديدة نحددها 2، ونكمل لإيجاد قيمة البكسل اللي بعده. نحرك الماسك، شفة الماسك حتى يغطي ما تبقى من عناصر المصفوفة، ونعيد العملية. لقيت قيمة أول بيكسل 0، في قيمة تقابلها 1/4، زائد قيمة البكسل اللي بعدها شقد 0، في قد يقابلها 1/2، زائد قيمة البكسل اللي بعدها 0، في قد يقابلها 1/4، زائد انزل على الصف اللي بعده 2، في قد القيمة تقابلها 0.5، 1/2، زائد بكسل اللي بعده شقد 0، في قد القيمة تقابلها 1/7، قد يقابلها بالماسك 1/2، زائد قيمة اللي بعدها 0، في 1/4، زائد 0، في 1/2، زائد 0، في 1/4، وتساوي قد القيمة 0 في 1/4، 0 في 0.5، 0 في 1/4، 2 في 1/2، سجل يمنا 1، زائد ونكمل 0 7 في 1/2، زائد 3.5، قيمة اللي قبلها 1، زائد يعني 3.5، ونكمل 0 0 0، إذا النتيجة شقد 1 زائد 3.5، 4.5. أسجلها بمصفوفتي، قد قيمة البكسل الثاني 4.5. بقى عندي أوجد قيمة البكسل الأخير، أشفت إيجاد آخر بكسل. يتطلب أن نحرك نشفت الماسك أو نحرك القناع حتى يغطينا آخر ما تبقى من الصورة، ننظف الصورة حتى ما تصير هوسة. منو بقى عندنا؟ البكسل الأخير أو العمود الأخير هذا. إذن 1 2 3، نتوقف 1 2 3، 1 2 3، هذه المصفوفة الأخيرة اللي راح نطبق عليها الماسك مع بعض. بنعيد نفس الخطوات. قد عندنا القيمة 0، 0 في القيمة اللي تقابلها بالقناع 1/4، زائد قيمة اللي بصفها 0 في 1/2، زائد 0 في 1/4، زائد 0 في 1/2، زائد 7 في 1، زائد 0 في 1/2، زائد 0 في 1/4، زائد 0 في 1/2، وأخيرا 0 في 1/4. إذن قيمة البكسل الجديدة شقد 7. سجلها، وبهذا حصلنا على قيم المصفوفة بعد التكبير. إذن هذه قيم المصفوفة بعد تكبير الصورة أو بعد تطبيق خوارزمية الالتفاف الكونفيوجن. حصلنا على هذه المصفوفة، وبهذا الشكل تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم. ألتقيكم بالمحاضرة القادمة إن شاء الله.